بسم الله الرحمن الرحيم. المراجعة الفصل الثالث أو درس الثالث Initiating and Managing Change. Change in Organizations هذه اللي هو المقدمة، فيها عبارات كثير مهمة ممكن تجيك صح وغلط. Change is inevitable if not always come، يعني لا يمكن تجنبه غير محبب. Organizational change is essential for adaptation. واللي بعدها creative change is mandatory for growth، إلزامي للنمو. طيب change so is a continually unfolding process rather than either or even، يعني مش عبارة عن حدث وبس فقط لا غير. The process begins when the present state is disrupted. وانتوا عارفين ايش معنى كلمة disrupted؟ وبعدين بيمر بيعبر اللي هو فترة انتقالية transition period ولحد ما نصل and ultimately طبعا الهدف انه نصل لـ desired state. لما حقق اللي هو النتيجة المرغوب فيها بنعيد الكرة مرة ثانية، فهي change هي عملية مستمرة. طيب هل التشينج يحمل في طياته الخطورة أو تهديد؟ نعم، العبارة الثانية بتقول لك إنه التشينج حيواجه بريزيستنس، أي تشينج حيكون فيه مقاومة له، سواء كان بلاند تشينج أو أن بلاند تشينج، يكون ثريت فيه ثريتنينج أند أو سورس كونفليكت، ومصدر للصراع، بيكوز إت إز بروسيس أوف ميكينج سمثينج ديفرنت فروم وات واز. لأنه تشينج يعني نعمل شيء مختلف عن السابق. في هذه المقدمة فيها بتيجي عبارات صح وغلط. The nurse has a change agent. وهذا السلايد يعني عادي إنه أي تغيير بيحتاج إلى جهد ووقت وطاقة. بنيجي للتشينج ثيوريز. تشينج ثيوريز في أي تغيير في قوى دافعة أو محفزة driving forces، وفي restraining forces قوى معيقة. تهتم بالنظرية الأولى اللي هي تبعت لوين اللي بتقول إنه change عبارة عن ثلاث خطوات: unfreezing, moving and refreezing. وبتقرأ باقي اللي هو المودلز تبع ليبت وهيبلوك وروجرز وكتر، لكن اكثر شيء فيهم اكثر شيء مهم اللي هو نظريه اللي هو اللي عباره عن ثلاث خطوات: نظريه ليون، ان فريزنج، موفينج، ريفريزنج. وبدك انت تعرف ان الان فريزنج تعني اللي هو الاكزيستنج سيتويشن او البريزنت سيتويشن، دائما المرحله الحاليه اللي بنمر فيها ضرب بنمر فيه. موفينج عمليه البروسيسنج والمعالجه والتحرك والتغيير. الفريزنج اللي هي النيو ستيتس، الحاله اللي احنا ايش صارت بعد التغيير. النيو ستيتس تعني اللي هو تشير الى الفريزنج. يبقى اي قدامك بريزنت اكوليبريم ستيتس كيو، باش الموفينج بعد شي نيو اكوليبريم اللي هي نيو ستيتس. ستيبس ان ذا تشينج بروسس، وهذه مهمه جدا. ما هي خطوات التغيير؟ وكل خطوه بدك تقرا ايش تحتيها، لانه هذا الدرس فيه اسئله. الخطوه الاولى ايدنتيفاينج ذا بروبلم اور اوبورتيونيتي. Collect necessary data and information. Select and analyze data. Develop a plan. Identify supporters and opposers. المشجعين أو المداعمين والمعيقين. Implement interventions. Evaluate effectiveness of the change. نيجي للخطوة الأولى. Identifying the problem or opportunity. وهي قدامك إيش الأسئلة مش اللي أنا بيجي في بالي مشان أعمل. Collecting data or identifying the problem. بعدش collect necessary data information. وخاصة يتعلق بdriving and restraining forces. إيش بتشمل هذه الخطوة الثانية collect necessary data and information؟ كتير مهم
انه هذه الخطوة مهمة جدا للنجاح eventual success of the plan change. ايش بنقيم؟ ايش بنقدر؟ يعني معاملات حول ايش؟ هي مكتوبة عندك بخط البولد: driving and restraining forces are identified. في اي مرحلة driving and restraining forces are identified في مرحلة collect necessary data and information. الخطوة الثالثة select and analyze data. ايش بتحكي؟ هاي في الخطوة الثانية ايش بتحان عن energy on analyzing and summarizing the data than on just collecting it. هذه بتتعلق بانه نعمل summarizing and analyzing the data. اللي بعدها الخطوة اللي بعد الخطوة اللي بعد the point is to flush out the distance. مكتوب عندك بخط الاحمر identify potential solutions and strategies. تحديد اللي هو الحلول المقترحة والاستراتيجيات begin to identify areas of consensus مواطن او مناطق الاجماع والقبول والموافقة and build a case for which option is selected. يبقى قلنا في المرحلة اللي قبلها identify collecting data حول ايش؟ collecting data حول اللي هو strain driving and restraining forces. وبعدين شو الكوست اند بنفيتس اوف ذا بروبوزد تشينج، التغيير المتوقع. الخطوه الثالثه سيلكت اند انلايزنج داتا، تقراها وبالذات في عندك الخطوه الثالثه ذا بوينت از تو فلاش اوت ريزيستنس ايدنتيفاي بوتنشال سوليوشنز اند استراتيجيز. الخطوة الرابعة develop a plan for change including time frame and resources، اللي واحد التخطيط في إطار زمني والإمكانيات المتاحة، اللي هي قلنا 5 W's and H، who what when إلى where إلى آخره. What will be the target system for the change. طيب في السلايد اللي ما في عباره تقول the more involved they are at this point، يعني الناس اللي بتشاركوا في البلان less resistance، بيكون اقل مقاومه. The more involved they are at this point the less resistance there will be later. هذه عباره مهمه، ان الناس اللي بتشاركهم في التخطيط بيكون اقل مقاومه. The present attitudes, habits, and ways of thinking have to be soft and so members of the target system will be ready for new years. إلى آخره. Boundaries must melt before the system can shift and restructure. الحدود must melt before the system can shift and restructure. طيب. تقرا الباقي. الخطوة الرابعة الخامسة identify supporters and opposers، وبتقرا الأسئلة اللي بتاخذها بعين الاعتبار مشان اللي بتحدد supporters and opposers. في الاستاد اللي أمامك تختار الأشخاص. Selecting and placing personnel or terminating key people often is used to alter the forces for against change. هذا السلايد اللي قبالك مهم. لازم ينعطى السبورترز تعطوا يأخذوا الاثورتي اند accountability to make change. يبقى السبورترز of the plan change are given authority and accountability to make the change. في المقابل الناس المعارضين are transferred or leave the organization which is more likely to succeed. يعني
بتقلل من قدرة ومن سلطة الناس المعارضين، وتحفز وتشجع وتعزز قدرة سلطة ومسؤولية الناس المؤيدين. الخطوة اللي بعدك implement interventions to achieve desired change، اللي هو الخطوة قبل الأخيرة. تطبيق، وهذا الكلام معروف، لكن the change agents creates a supportive climate, acts as a energizer, obtains and provides feedback and overcomes resistance. الخطوة اللي بعدها evaluate effectiveness of the change if successful. Stabilize the change. إذا كان ناجح يبقى أنا بدي إيش؟ أعتمد وأثبت اللي هو المرحلة الجديدة اللي أنا وصلت لها. طبعا التقييم، لو وصلت أنا للفوائد اللي أنا بدي إياها من جميع النواحي، نوعية الخدمة، الأمور المالية إلى آخره، يبقى هنا تقييم، مرحلة تقييم التغيير، وأنا مستمر في شرح ذلك، بتقرأ أنت بطريقتك، وبعد التغيير نستمر نراجع حالنا، نحسن، نشوف الانبوتس، نشوف البروسيسز بدها تعديل. والعملية التغيير زي ما حكينا في السلايد الأول والثاني إنه عملية مستمرة. نيجي بعد ذلك للاستراتيجيز اوف تشينج. في عندنا باور كوست استراتيجي، امبيريكال راشونال موديل استراتيجيز، نورماتيف لي ادوكيتيف استراتيجيز. في ثلاث استراتيجيز، ثري استراتيجيز، وهذه مهمة. استراتيجيز باور كوست استراتيجي، علاش تعتمد؟ are based on the application of power by legitimate authority. يعني يبقى التغيير بده يصير بالقوة، بالسلطة المستمدة الشرعية. based on the application of power by legitimate authority, economic sanctions or political clout. changes are made through law، من خلال قانون، policy, financial appropriations. هي مكتوبة بخط الأحمر، those who are not in power may not even be aware of what is happening. يبقى هذا بيعتمد التغيير على ايش؟ على القوة، legitimate authority. طيب في أي الحالات يوسف هذا سؤال امتحان؟ power coercive strategies are useful when the consensus is unlikely despite efforts to stimulate participation by those involved. لما يكون في اجتماع يبقى مثل الأمور التغيير تصير ايش؟ بالقوانين. consensus is unlikely despite efforts to stimulate participation by those involved. في الحالة المرحلة بكون time is short, the change is critical for organization survival. لازم ضروري نعمل تغيير مشان نحافظ على استمرارية المؤسسة. power coercive strategies may be necessary. طيب يعني استفدنا انه هذا الباور كوسيف ستراتيجيز بده ايش؟ بده ليجيتيميت اوثورتي، بده باور، بده كونينج سانكشنز وبوليتيكال كلاود. هذا بيتم وقتش يوزفول لما يكون في اجتماع ويكون التغيير ضروري لاستمرار المؤسسه. الموديل الاخر، الاستراتيجي الاخر امبيريكال راشونال موديل. ايش الباور؟ الباور انجريدينت از نوليدج. هذا السلطة اللي في القوة في النوليدج. ايش الاسامبشنز؟ الافتراض ذات بيبل ار راشونال اند ويل فولو ذير راشونال سيلف انترست اف ذات سيلف انترست از ميد كلير تو ذيم. ات از اوسو اسيومد ذات تشينج ايجنت هو هاز نوليدج هاز ذا اكسبرت باور to persuade people. إقناع، معلومات، سلطة الإقناع. persuade people to accept rational justified change
الاقناع والتبرير ذاته البنفيت ثيوري. امبيريكا راشونال موديل ايش بيعتمد على النولج وعلى الاقناع المنطقي للفريق، بعكس اللي هو الاستراتيجيه الاولى بتعتمد على القوه والسلطه. There is little need for stop participation in the early steps. هذا مش شرط تكون يعني يعني المشاركة little need for يعني الحاجة للبارتيسيبيشن تكون ايش قليلة. In the early steps في الخطوات الأولى of the change process. Although input is useful for the evaluation and stabilization stages. The benefits of change for the staff and research documenting improved patient outcome are the major driving forces. ونقدر بتكمل الباقي. هذا في أنا إبداع، في اتصال التواصل، في علم، في إقناع إلى آخره. طيب normative re-educative strategies، وهذا برضو مهم وسؤال ممكن في التوصيل. شوف معي أول عبارة rest on the assumption that إيش الافتراض هنا that people act in accordance with social norms and values. Rest on the assumption يعتمد على يفترض that people act in accordance with social norms and values. The change مكتوب بالخط البولد أمامك. The change agent must focus on non-cognitive determinants of behavior as well. Relationship, perceptual orientation, attitudes, feelings will influence their acceptance of change. هذا السلايد اللي امامك سلايد مهم. والنورماتيف ريدوكتيف ستراتيجيز اصلا مهم كلها. طيب in this model the power ingredient is skill. ايش انا الاساس القوه اللي هو skill اللي قبل knowledge. هنا السكيل ايش؟ An interpersonal relationship, not authority or knowledge. يدير بالك على النقطة هذه. In this model, the power ingredient is a skill in interpersonal relationship, not authority or knowledge. تمام؟ يبقى هاي السلايد أمامك. الخطوة الأولى مهمة في هذا الموديل. إيش الباور؟ The skill in interpersonal relationship, not authority or knowledge. The change agent uses collaboration not coercion. التنسيق والتعاون مش الإقراء or non-reciprocal influence. Members of the target system are involved throughout the change process. ماشي. Value conflicts from the all our parts of the system are brought into the open and worked through. So change can progress. انفتاحية، تنسيق، تعاون وليس إقرار. طيب إيش أهمية ذلك؟ إيش أهمية هذا اللي هو الاستراتيجي؟ هاي عندك في السلايد اللي أمامك العبارة الأولى This approach can be effective in. إيش ناجح؟ مهم هذا اللي هو الاستراتيجي. In reducing resistance and stimulating personal and organizational creativity. يبقى effective in reducing resistance, stimulating personal and organizational creativity. طيب ايش هذه الايجابيات؟ طيب ايش السلبيات؟ هذا السلايد مهم خاصة العبارة الأولى. The obvious drawback is the time required for group participation. بحتاج وقت. And conflict resolution. بحتاج وقت للمشاركة وحل ايش؟ الصراع. Throughout the change process. resistance to change مهم. اسباب الريزيستنس وديروا بالكم عليها. هي اكم سبب للريزيستنس ستة. lack of trust, vested interest in the status quo, fear of failure, loss of status or income, misunderstanding, believe that change is unnecessary. يبقى resistance to change سلايد مهم. تكمل
الباقي في دراستك، وكله بدور حول اللي هو أسباب اللي شرحناه، أسباب التشينج. الناس ما تحبش التشينج، تحبش التغيير في بعض الناس، تهديد لمصالحها، لوضعه، لمنصبه إلى آخره. والعبارات اللي بيرددها الناس المعارضين. طيب، to manage the instance use the following guidelines، برضو مهم التشينج، مهم، واعرف ما بين السطور والمقاصد من ذلك. 1 2 3 4 والى اخره من السلايد، اللي هو عباره عن جايد لاينز تو مانج ريزيستنس. توك تو ذوز هو ابوز ذا تشينج، كلاريفاي انفورميشن، be open to revisions but clear about what must remain, present and negative consequences of resistance. تاخذ بعين الاعتبار threats, emphasize the positive consequences. شوف يعني فسر لهم وقنع لهم الايجابيات. don't spend too much energy on rational analysis of why the change is good. تبذلش وقت كبير في الراشونال and wide arguments against it. People resistance frequently flows from feelings that are not rational. Okay. Keep resistors involved in face to face contact. العبارة برضو كويس. Keep resistors، الناس المقاومين، يواجهوا اللي هو supporters face to face، وكل واحد يطرح وجهة نظره. Maintain climate of trust, divert attention by creating different disturbance. إلى آخره. بتقرا السلايد بعناية. بننتقل على اللي هو الرول أو النيرسز رول. إيش دور الممرض في initiating change؟ إيش دور الممرض؟ Implementing change، وإيش دوره في unplanned change؟ وهذه الادوار كثير، انه برضه مهم درس التشينج كويس، مهم في الانشيتنج تشينج. هاي قدامك تقراه، ايش دور الممرض، ايش دور اللي هو المانجر، نيرس مانجر، ايش دور الممرض في الامبلمنتنج تشينج، دوره في الانبلان تشينج. طيب في الانشيتنج تشينج، they appear to combine ideas from unconnected sources. إن الجزائر راح يحفز الآخر، ينشطهم. عنده يكون عنده مهارة في الـ human relations، في الـ integrative thinking. عنده مرونة sufficient flexibility to divide ideas. confidence، ثقة. realistic thinking، تفكير منطقي. trustworthiness، الثقة والأمانة وإلى آخره والإخلاص. the ability to articulate vision throughout insights and versatile thinking. ability to handle resistance. طيب دوره في implementing change، هاي ما احنا شرحناه في المحاضرة، تقراه. بعدين unplanned change، ايش دوره في unplanned change؟ unplanned change، اوكي، ايش يقول unplanned change؟ occurs without warning and challenges the organized to respond، يعني مش مخطط له. ايش دور الممرض في ذلك؟ عنده 1 2 3 4 5 اللي هو مهام في unplanned change. بتدير بالك على التشينج كويس. ايش النيرسز رول ليدنج ان بلاند؟ ايش دور المرض في قياده اللي هو التشينج اللي غير مخطط له؟ انشور ذات يور تيم از ويل بريبيرد فور ايمرجنسي، يبقى بده يكون فريقك جاهز. تاكد
انه فريقك جاهز ليش للطوارئ. كوردينيشن اند كولابوريشن ار اشور، التعاون التنسيق مطلوب. ذا فوكس از اون بيشنتس اند ذير فاميليز، ايش التركيز على المرضى واسرهم. ديورينج ذا ايفنت، في خلال الحدث. اند اتس افتر ماث، ذا ليدر ابيرد تو ريمين كالم، يكون الليدر كالم. اند فوكس ويل هيلب انشور ذات بيست كواليتي اوف كير از بروفايد. فيرذر مور ذا ستاف فانكشنينج اند ايموشنال هيلث ديبند اون leaders calm composers. بهيك رجعنا الشابتر الثالث اللي هو شابتر التشينج، وبرضو انا بقول بعيد انه شابتر التشينج بدك تدير بالك عليه.